السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متتبعين الأوفياء في قناتكم التعليمية عالم الأميرات مع المعلم زهير كنت منا تكونوا بألف خير كنت من هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحة وتكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله كنشكركم على تعليقاتكم وعلى تشجيعكم ليا وعلى دعوات الخير ربي يجازيكم كل خير وربي يوفقكم في جميع اعمالكم أه كنرحب بالناس اللي تحقوا بنا جداد ويعني وكنتمنى لهم هما التوفيق والنجاح ان شاء الله أه اليوم كما أه سبق لي ودرت معكم أه اخر فيديو أه يعني أه غادي نخدموا أه خدمه آه انيقه ورائعه جدا ومسربيه وفي نفس الوقت راقيه بالنسبه للاخوات اللي كيعشقوا القصيبات انا جبت لكم اليوم ان شاء الله فكره خاصه بالمعلم زهير بغيت نشاركها معكم آه ان شاء الله وتستافدوا آه معايا هانتوما كما كتشوفوا يعني غادي نخدموا ان شاء الله اليوم بالكانتيل يعني غادي نديرو راندات القصيبات زيك زاك ديال القصيبات بالكانتيل الكانتيل يعني خيوط الذهب يعني كاينة في خيوط الفضة يعني كتكون فضية وكاينة الذهبية كاين فيه البرونز النحاسي وفيه بزاف ديال الأشكال أنا اليوم جبتلكم يعني هاد الشكل حيت هو اللي متوفر يعني هنايا في هاد المنطقة حدايا جبتو باش نخدم معاكم به يعني غادي نخدمو ان شاء الله كنحتاجو أه حرير على ثلاثة الشعرات برمتو على ثلاثة الشعرات مزير ومجبد مزيان باش تجي الخدمة متينة يعني كما كتعرفون كنخدم على جوج الشعرات ولكن بالنسبة للقصيبات من الأحسن يكون الخيط غليظ باش نتفاداو أنها تقطع الخدمة من بعد أو تجرح يعني الحرير ويتقطع بالنسبة للإيبار كنحتاجو الإيبار النمرة عشرة نمرة عشرة يعني كي لنا العقيق وفي نفس الوقت العوينة ديالهم كتدخل يعني الحرير الفتلة ديال الحرير وكنحتاجو القصيبات كما قلت لكم يعني القصيبات النمرة جوج يعني او ثلاثة يعني متوسطين ماشي داك الطوالين شوية وماشي القصارين قاع يعني متوسطين بحال هكا شفتو انا نخدمهم ان شاء الله في الخدمه وغادي يبان لكم يعني الحجم ديالهم يعني متوسطين كاينين اللي كبر منهم انا نوريهم لكم ها هما يعني باش تعرفوا الفرق يعني نتوما دابا غادي تشوفوا وغادي تقارنوا ها انتم هذه حبه يعني هذا يعني الطويل يعني العادي اللي كنخدموا كتخد... به كيتسمى طويل هذه الحبه يعني اللي متوسطة هانتوما شفتو يعني الفرق بينها وبين الحبه الطويله ناقصه عليها وفي نفس الوقت زايده على المهرس الرقيق يعني اللي كنخدموا به هذه كتكون زايده على المهرس في الحجم يعني في الطول باش تكونوا متفاهمين دابا غادي نبداو الخدمه ديالنا على بركه الله اول حاجه يعني مهمه غنبداو بها شنو هي هي اننا غادي نقطعو الكانتي ديالنا يعني على حسب الطول ديال القصيبات ديالنا باش غنخدموا يعني اذا كنا غادي نخدموا بقصيبات ما مثلا عندكم هذا الحجم هذا اللي غنخدم انا به وكان متوفر هذا يعني اللي طول منه ممكن تخدموا به يعني في هذا غير هو الحجم ديال الخدمه غيكون يعني عريض شويه على هذا يعني ما يمكنناش نقطعوا الكانتي على هذا الحجم صغير ونخدموه مع هذه القصيبات الطوال لا يعني القصيبات الطوال غنقطعوا الكانتي على قد قصيبات الطوال قصيبات قصارين يعني غادي نعبروا يعني القصيبه وحبه وحده مع الكانتيل وغادي نقطعوه انا نوريكم الطريقه وديك الساعه غادي نشدو العبار يعني غير بداك الحبه ديال الكانتي اللي غنقطعو بسم الله على بركه الله هانتوما باش تفهموا معايا انا حبه ديال هاد القصيبات ديالي بحال هكا غادي نجيب الكانتيل هانتوما الكانتيل هذا يعني هنايا يعني انا خديتو بجوج دراهم يعني الخيط والخيط يعني قصير ماشي طويل بزاف يعني خصكم الا بغيتو تخدمو به خصكم تأخدو الخيوط يعني اللي يكفيكم يكون في الخدمه ها نتوما كنديروا بحال هكا يعني كنساوي الكانتيل مع القصيبه بحال هكا في يدينا يعني كنجيبو بالمقص سانجير يعني غير راس ديال المقص ما كندخلوش يعني حتى الداخل يعني المقص ها نتوما نفس العبار ديالها ديال القصيبه يعني حنا عندنا ميزان راه حنا كنشوفو وفي نفس الوقت ها نتوما ها ها هي الحبه ديال انا نحط معاها القصيبه شفتو ها نتوما نفس العبار تفهمنا يعني هادي حاجة مهمة وأساسية بها غنبداو هاد الخدمة يعني غنشدو الكانتي ديالنا غادي نقطعوه يعني آه طروفة بحال هاد الشكل يعني على حساب العبار ديال القصيبات يعني هادي هي الخد... آه هادشي لا يأخذ لكم الخدمة في الأول يعني الوقت أما من بعد تباقي كل شيء سهل كل شيء بسيط كل شيء يعني آه يعني مسربي ما تحتاجوش فيه مشكل غنحط أنا هنايا هاد الكانتي الحبه اللي قطعت تكون غير محطوطه قبالة عيني يعني فاش نجي نقطع الكانتي مره مره نفصل غنشدها يعني وغادي ولا غير نشوفها بعيني وغنقطع دابا انا هنا راني مقطع شي حبات هنايا يعني بهم غنخدم معكم دابا غادي نبداو الخدمه ديالنا على بركه الله يعني هذه الخدمه ممكن تخدم في الهبطه ديال الجلابه او قفطان يعني حتى الارض غتجي شي حاجه خفيفه وفي نفس الوقت مميزه وجميله جدا في النظره ويعني وحاجه جديده يعني ماشي شي حاجه اللي اه متداوله وكل شيء يعني كيعرفها كي ويخدم بها يعني هذه فكره خاصه بيا وبغيت نشاركها معكم لان يعني شي حاجه مميزه بسم الله على بركه الله كناخذوا يعني الثوب ديالنا كنشدوه من هنا يعني كنثبتوه ونخليو غير العبار ديال الفتحه يعني شحال غادي نخليو في الفتحه مثلا سبعة سنتيم او تمنية سنتيم غنخليوها في الفتحه ديال العنق وغنبداو الخدمه ديالنا عادي لاحظوا معايا غادي نجي هنايا الفوق يعني عادي غادي ندير غرزه في الثوب بحال هاكا يعني السريفه اول حاجه يعني عفوا هي هذيك في في التوب السريفه دابا شنو غادي ندير غناخذ قصيبه حبه وحده ديالي غادي ندخلها هكا لهذا المكان ولكن ما غنزيرهاش يعني بزاف غنخلي الخيط شويه لفوق هنا مرخوف باش غنعمر تما من بعد يعني محتاجها تبقى فارغه غادي نخدم فيها لاحظوا مزيان شنو غادي ندير غندير الخيط دائري هنايا الفوق عادي غنجي الجهه لتحت غندير الدقه في الثوب ها كيما كما قلت لكم غنزير ونخليه شويه العقيقه مفاجئه يعني ما نزيرش بزاف دابا شنو غادي ندير غادي ندير الدقه الثانيه في الثوب يعني عادي ما غنلاصقهمش يعني غنمشي عادي في الخدمه بحال هكا يعني هذه خدمة يعني العريضة على الملاقية اللي وريتكم مؤخرا ولكن الجديد في, في الامر هو اننا ندخل فيها الكانتيل يعني في الخدمة ديالنا مع القصيبات والشكل غيجي غي عريض على اللي سبق لان يعني قلت لكم ممكن تديروها ملاقية حتى في الجوانب ديال البياسة تفهمنا هذه غديروها القدام ديال البياسة ان شاء الله هانتوما كنركب الكانتي ديالي في الابره عادي هانتوما كيدخل كنحاول نوصل له يعني لهذا الخيط هذه الفتله اللي مدوبل يعني هانتوما صافي هو وصل لهنا للمكان ديالو شفتوا غادي نجي دابا ندير الخيط دائري بهذا الاتجاه تفاهمنا ونجي هنا غير في الفراغ فوق ديك القصيبه في الفراغ وغادي ندخل الابره شفتو على هذا الشكل وفي نفس الوقت كما درت في القصيبه غنخلي شويه هنا يعني مفاجئه ما نزيرش بزاف يعني اكثر من العبار دابا شنو غادي ندير غادي ندير الدقه في الثوب وتبعوا معايا باش تفهموا الطريقه ويكون كل شيء واضح ليكم غندير الدقه في الثوب يعني الاولى غنزيد يعني تبقى في ثانية بحال هكا الثانيه يعني ندير غير جوج دقات تفاهمنا ما نديرش ثلاثه باش نكونوا متفاهمين غادي ناخذ القصيبه ديالي بحال يعني حبه وحده غادي ندخلها يعني اللي ما غندير الدائرة بهاد الاتجاه الفوق وفي نفس الوقت غنجي لهذا الفراغ غندير الإبرة بحال هكا الله أكبر كبير رحمتك يا ربي واسعة وكثيرة هانتوما كنطلع الكانتيل بالراس الإبرة شوية يعني باش نتمكن مع هذا الخيط نشدو بغرزة وفي نفس الوقت يعني انا شديت دابا الكانتيل ما خصنيش نشدو يعني مع الغرزة هانتوما بحال اللي نهزه شوية عاد كنعقد الغرزة ديالي تفاهمنا دابا لاحظو مزيان شنو غادي ندير غادي نمشي كذلك هنا في التوب يعني جوج دقات بحال جوج دقات يعني في الثوب كذلك غادي ناخد الكانتي ديالي غناخدو دابا يعني في الفضي نشكل جوج الوان ما نديرش مثلا غير لون نتوما واللي متوفر لكم نتوما واللي بغيتو في اللون يعني ديال الخدمه ديال البياسه ها نتوما ندير الكانتي يعني في المكان ديالو غادي ندير الخيط الدائري لهذا الاتجاه وفي نفس الوقت نردو البلاصه اللي شتو بغا يطلع في الفتله ها انتم الغرزه الفوق هانتوما عاوتاني كندير الدقه في الثوب وندير الدقه الثانيه في الثوب بالنسبه للاخوات اللي بغاو العقيق القصيبات في جوهره يعني جوهره راه كتكون فيها تسقلي ممكن يديروا اللون ديال جوهره في القصيبات ويديروا الكانتير يعني بجوج الوان يعني الفضي او النحاسي او الذهبي يعني ثلاثه عندكم الاختيارات تفاهمنا وكيبقى الحرير كيكون لون البياسة يعني ما نخرجوش على اللون ديال البياسة باش يجي داك شي يعني انيق وفي نفس الوقت جوهرة يعني دو بياس يعني عندها القميص ديالها ان شاء الله مازال غندير لكم يعني كيفاش تخدموا نص طوق يعني بها ونوريكم يعني اشكال اخرى نوريكم كيفاش تخدم يعني في الكمام وكيفاش تخدموها حتى في القب بالنسبه للاخوات اللي يبغوا يديروها في القب وان شاء الله يعني مازال اشكال عديده فيها وممكن نخدموها باشكال مختلفه ان شاء الله يعني تابعوني انا معكم دائما يعني بالجديد والمميز وان شاء الله يعني تستافدوا وتعلموا حوايج راقيين وجدادين بالنسبة الأخوات اللي بغاو موديلات يعني لي عندهم مناسبة ديالهم خاصة الله يكمل اليوم بالخير بغا موديلات ديال الجوهره دو بياس يعني بالعقيق شي حاجه راقيه وانيقه جدا بغيت نقول لهم يعني الخدمات راني حطيتهم في القناه يعني متوفرين جميع الاشكال وموديلات كلها هاد الفخامه وراقيه يعني غير خاصكم تقدو تطبقوها وتزعموا عليها راه يعني كتطلع شي حاجه رائعه وتستاهل انكم تخدموها يعني آه، نتوما دخلوا وشوفوا الموديلات واختاروا يعني اللي يناسبكم كاين بالعقيق كاين بلا عقيق يعني كاين ملاقيات رقاقين يعني آه، حصريين وخدمه خدمات يعني ديالي كنت حطيتهم يعني شوفوهم وناسقوا بين الخدمات ديرو ملاقيات يعني خفافين وأنيقين في نفس الوقت مع خدمات ديال نص طوق تا هما راه عندي عندي ديال الهبطات كاين يعني الله كاين القلب مشبك كاين يعني الشطبة كاين ورقة اللوزة يعني منبتة بالقصيبات كاين المعكوسة يعني تا هي بالقصيبات يعني كاينين بزاف أشكال متعددة يعني ممكن تختاروا منهم وتناسقوا بين الدرس مثلا أو الخدمة ديال القب والكمام وداك الشيء يعني وتخدموهم والملاقيات وكل شيء هانتوما الخدمه ديالنا كي كتطلع كتطلع شي حاجه رائعه ومميزه شفتوا انا نكمل معاكم غادي نديرو عاوتاني جوج دقات يعني في التوب بالنسبة لهادي آه الأخوات يعني اللي غيقول لك لا راه غتجي كتبين هادي دابا نوريكم يعني كيفاش كيما قلت لكم من قبل غادي نحيدو غير النشابة ديالنا اللي نشبنا في الأخير يعني راه كتبقى ما كتبين والو ها كتجي شي حاجة رائعة ومميزة وراقية جدا ها نتوما كتجي التوب من تحتها يعني ما كتجي كتبين حتى شي حاجة شفتو كيجي غير الكانتيل يعني مع القصيبات وكتجي يعني شي حاجه غزاله يعني تمنيت تجربوها وتطبقوها وتشوفوها مباشره وكما كتشوفوا في الخدمه ديالها كتطلع يعني بسرعه هائله يعني خدمه عجيبه اذا ان شاء الله غنديرها لكم عريضه يعني اكثر من هذا الشيء باش تشوفوا يعني الشكل ديالها كي غادي يجي يعني وتستافدوا حتى نتوما بها الله على وليداتكم على لا يعني هذه خدمات جدادين ممكن تطلبوا فيهم الأتمينة يعني اللي تناسبكم يعني وتستحقوها ويستحق هذا الموديل يعني والشغل ديال ديال الموديل لانه شي حاجه جديده وما رايجاش في السوق ماشي اي واحد كيخدمها يعني كيكون كي عندكم تميز خاص بكم وميزة خاصة بكم اللي شاف الخدمة ما يقولكش. لا ما غنخدمهاش بدك التامان غنمشي نقلب في بلاصة يعني اخرى على اللي خدمهالي. لي يعني كين خدمات يعني لا تعلمتهم مني يعني راهم كيكونوا حوايج خاصة بكم ماشي كل شيء كيخدمهم كنتمنى التوفيق يعني والتيسير للجميع دابا وصلنا يعني نهايه الفيديو ديالنا كنتمنى الشرح يكون مفهوم والطريقه تكون مفهومه وتكونوا استفدتوا معنا ما تنساوش الى عجبكم الفيديو أه يعني فضلا وليس امرا ديروا لو جيم وشجعونا يعني على الاستمراريه والمواصله معكم كما كتشوفوا يعني ما كنبخل عليكم حتى شي حاجه والجديد يعني ورا جديد يعني خدمه تنسيكم في خدمه يعني ما كانش شي واحد اللي راه يعطيكم بحال هكا وبهاد يعني القياس وبهاد المده يعني ما تبخلوش عليا كنتمنى يعني تقدروا هذا الشيء اللي كندير هاد المجهودات يعني من اجلكم وبغيت غير دعوات الخير والرحمه للوالدين هي اهم حاجه بالنسبه للاخوات لا يقولوا لي كانتيل عنده يعني بحال الرسول عنده الراس ديالو يقدر يبقى يتفسخ لنا راه كيتشد هذاك يعني داك البدايه ديالو راه كتشد مع هاد الغراز يعني ها نتوما راه ما كيبانش حتى حاجه منه ولا فيه شي حاجه ديال العيب يعني باش نكونوا واضحين لانني يعني انا أه كنبغي نوصل لكم اي حاجه كتكون يعني أه عندها اساس من الصحه يعني ما نعلمكمش شي حاجه غالطة أو يعني ما صادقاش يعني في الخدمة لأن ما عندها حتى شي فائدة ما يمكنليش نضيع وقتي عاد فيها أو يعني نوهم الناس بشي خدمة يعني وهي ما طالعاش أصلا هي هاديك يعني هانتوما كيما كتشوفوا الخدمة ديالنا كي كتجي راقية ومميزة وما فيها حتى شي صعوبة يعني شادة العبار ديالها يعني ما تخافوش انها تعرض الخدمه او انها الديكالة يعني كتمشيو غير مجبدين الثوب من الجهتين وصافي يعني كتخدموا في راحتكم يعني هانتوما يعني الشكل ديالها راه لكم كنتمنى تكون الرؤيه واضحه والشرح مفهوم وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلم زوهير أفكار جديدة ومميزة إن شاء الله إلى اللقاء ومع السلامة